سائل يقول: أخي مقيم في أمريكا يعمل في مجال شحن الكروت والاتصالات والتحويلات مقابل عمولة، هل في مشكلة؟ لأن كثير من المحلات في أمريكا بتبيع محرمات، مش ماركة حلية، مأكولات خنزيرية، هل دخله من هذا العمل حلال أم حرام؟ أقول له: أرجو أن تكون لك رخصة فيما ذكرت لعموم البلوى بذلك، مع الاستكثار من الصدقات تطهيرا لمالك مما شابه من الشوائب. أنت عملك لم يتعين على محرم بعينه، تعامل مع آلة محايدة تستخدم في الخير وفي الشر وفي الحلال وفي الحرام، فإثم من باشر الحرام على من تولى كبره. ينالك شيء باعتبار إعانة غير مقصودة أو غير مباشرة على الإثم، فيبقى الأمر في إطار المشتبهات، والكراهة تزيلها الحاجة مع الوصية بالاستكثار من الصدقات تطهيرا لمالك من شوب المحرمات.